أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلوات الزاكيات على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين، إهداء إلى المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، وإلى أمهاتهم ومحبيهم وشيعتهم، ندعو لمولانا الإمام المهدي: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجه، واجعلنا من شيعته وأنصاره وخدمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآيات والذين هم بآياتنا يؤمنون. بعض يأخذون بهذه الآية الشريفة أو بتلك الآية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكأنما ليس في صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير الرحمة، وهنا يقعون في بلي مشاكل، يعني أسئلة ما لهم أجوبة. لكن جدا خطأ أن الإنسان يأخذ بدليل من غير أن يراعي القرائن اللفظية الحالية المقالية في ذاك الدليل، دليل آية قرآنية أو حديث. على كل حال، بلي صحيح، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وواقعا النبي صلى الله عليه وآله رحمته هي الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، من جهات متعددة. هذا يريد إلى محاضرة خاصة، شمول رحمة الله ورحمة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة الله الواسعة، وأهل بيته كذلك عليهم الصلاة والسلام، شمول لكل شيء. لكن آية سورة الأعراف: ورحمتي وسعت، عذابي أصيب به من أشاء، وللآية ورحمتي وسعت كل شيء، بقيت الآية فسأكتبها،
يعني أثبتها. كتابهم سميت بالكتاب لأنه يثبت الشيء اللي بل كتب يثبت، ما كتب قر وما حفظ فر. على كل حال فسأكتبها أثبتها هذه الرحمة لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أذكر في المرة بل وفقت للاقتباس من أنوار هذه الآية الشريفة في هذا المجلس لكن قبل سنين. على كل حال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. تكلمت عن الزكاة شنو معنى الأعم من هذا الزكاة الإصطلاحية الفقهية القرآن. على كل حال طبعا بالقرآن الزكاة أيضا لفظ الزكاة أعم من الزكاة زكاة الأموال. زكاة الأموال زكاة الأبدان من زكاة الروح. على كل حال بل هو يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المطلب اللي أريد أقول بل اقتباس من أنوار هذه القطعة من الآية الشريفة والذين هم، شوف التعبير تغير، ويؤتون الزكاة. الله عز وجل ما قال وبآياتنا يؤمنون، والذين هم بآياتنا يؤمنون. القرآن الكريم حرف حركة، أكو حساب عليه، حساب من حيث التفهيم من حيث الفصاحة والبلاغة، بل حركة بالقرآن الكريم. بل على كل حال في مورد على حركة صار كلام بين أتباع الحق وذاك الوقت صدر الهوية الثاني. على كل حال فالمقصود أنه والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلا ما أريد أتكلم عن هذا والذين هم، لكن شيء واضح للتأكيد لإلفات النظر إلى الاهتمام وأهمية هذه الصفة الأخيرة. طبعا من بعد هذه الصفة هم أكو بل الذين بالنسبة إلى النصارى اللي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عطف الخاص على هذه الصفات. على كل مقصودي فعلا والذين هم بآياتنا يؤمنون، يعني أهم من يتقون، أو افرض عطف الخاص عطف الجزء على الكل، أو عطف الكل على الجزء، يعني عطف والذين هم بآياتنا يؤمنون على ملتفت قضية التقوى. هل أنه الإيمان من جزء التقوى أو التقوى من جزء؟ لماذا مطلب آخر في محله ينبغي أن يتحدث. على كل حال والذين هم بآياتنا يؤمنون، إيمان بآيات الله حتى ربما يكون أهم من التقوى. شلون تقوى الأهبية وكذا؟ هذا فعلا جواب ما أريد أن أذكر، لكن هاي حقيقة. أو إذا كان جزء من التقوى، لأن التقوى جوانب متعددة، تقوى في العقيدة، تقوى في الأخلاق، تقوى في العمل، تقوى في بل جوانب أخرى. على كل حال والذين هم بآياتنا، هذا جدا مهم، يؤمنون بآيات الله عز وجل. آيات الله جل وعلا، علامات الله جل وعلا، هسه الآيات الدالة على أصل الوجود، على الصفات الكمالية، أسماء الله الحسنى، بل أو الآيات التي بل خوارق العادات التي تحصل وما
وما تتضمن من الدلالة على الله عز وجل وصفاته. كلمة الآيات بل كلي له مصاديق متعددة، يعني أفراد متعددة. بس المصداق في الحوزة فرد اصطلاح بين الناس، مصداق ما يصدق وش تقريبا هكذا. على كل حال مصاديق مقصود الأفراد، أفراد ملتفت بلي والذين هم بآيات، آيات الله أنواع متعددة، هي أفراد الآيات أقسام متعددة. الآيات الكونية، الآيات الكونية أيضا لها بل أنواع متعددة. من أهم الآيات، من أهم الآيات بل ذاك اللي قال ما لله آية هي أكبر مني، من أهم الآيات إن لم نقل أهم الآيات محمد وآل محمد. هذه السماوات، هذه الشمس، الشموس الأخرى ما نشوفها لكن علم عدنا بها من حديث أمير المؤمنين ومن اكتشافات العصر، إن وراء عين شمسكم 40 عين شمس، عن الأمير المؤمنين صلوات الله عليه، والأربعين كناية عن الكثرة. نجوم، نفس هاي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شلون تقول، شلون تقول المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام أكبر من هذه الآيات؟ غالبا أفكر بالملتفت مناقشات قبل أن يناقش أحد لازم نذكر الجواب ملتفت. هسه فعلا هم ما أريد على التفصيل، يعني محاضرة يمكن الإنسان في هذا الموضوع، أكبرية آيتية أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام وكل أهل البيت عليهم السلام عن هذه الآيات العظام، هذا إلى بيان. فعلا أريد أن بلي نذكر بقية موضوع أمس، لذا علي ما بلي أشرح كذا. على كل حال إذا ما كان أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام، إذا ما كان، افرض على فرض مستحيل، مستحيل إسحال وقوعي، إذا ما كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كان مسجد، كانت عبادة، كان التفات إلى هذه الآيات العظمى، مش قد الكفار في ذاك الزمان، قبل ذاك الزمان، في زماننا هذا، إيش قد يشوفون هاي الآيات العظيمة الإلهية؟ مع ذلك وين العقيدة عندهم؟ وين الإيمان عندهم؟ من أراد الله بدأ، هذا شيء واقع، مو فقط تعبد زيارة الجامعة، حقيقة هاي، عشان الإنسان شوي يفكر في التاريخ وبالنسبة للأئمة وعليهم الصلاة والسلام ومناوئيهم وأشخاص اللي كانوا ذاك الزمان مخالف مؤالف، هي حقيقة واقعية. ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم، ولا ماكو بناء عبد الله، هذا مو أمر تعبدي، واقعي بناء. فإحدى جهات أكبرية آيتية أهل البيت عليهم السلام على سائر الآيات، إحدى الجهات هذه التي ذكرتها، على وجهات أخرى بعد يتأمل مع العلم، ها مع نور العلم سانيد يفكر يشوف جهات أخرى أيضا. بلي في آية آيتية أهل البيت
والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا مو من نفسي، مو فقط من الناحية العقلية الفكرية الصحيحة أبين، لا، أحاديث متعددة كثيرة يستفاد منها أن في القرآن، إذا تريد بعض هذه الأحاديث، هذا اللي خلوه مقدمة تفسير البرهان، اللي هو تفسير مرآة الأنوار، تفسير مرآة الأنوار، مع الأسف ذاك التفسير ضاع مو موجود، جدا على ما يظهر من تفسير عظيم كان، لأنه على ضوء أحاديث أهل بيت العصمة عليهم السلام مرارا من قبل سنين. بل أقترح على أهل العلم أنه بل ياريت تفسير يكتب، تفسير القرآن على ضوء أحاديث أهل البيت عليهم السلام. التفت، هذا التفسير اللي ضايع هكذا تقريبا في بعض الموارد كنز الدقائق هكذا. التفت، هاي المقدمة اللي موجودة من تفسير مرآة الأنوار، مطالب اللي يذكرها، المعجم اللي بي وأمثال ذلك، على كل حال تقريبا أيضا هكذا، مو تقريبا، تقريبا كله على كل حال. في مادة آية في ذاك المعجم المقدم هناك ذاكر قسم لا بأس به من الأحاديث الشريفة التفسيرية التي بل تبين أن الآية في القرآن الكريم، لفظ الآية آيات، آياتنا آيات الله، هم أهل بيت العصمة عليهم السلام، إلا ما خرج بالدليل. فللمرة تشوف السياق في غير أهل الآيات لغير أهل البيت، وإن كان مرارا ذكرت في بحث التفسير مفصل، ذكرت أنه سياق القرآن قرينة معينة، لكن ليست قرينة ملتفت صارفة إلا في بعض الموارد. طبعا هناك غير السياق عندنا قرائن قوية أخرى مثل آية التطهير، كم خطاب لله. على كل حال، فالمقصود أنه قضية الهزم هذه كبرى كلية لهذه الصغر المهمة، إيمان بآيات الله بأهل البيت وبمعاجزهم. مشكلة صاير هذا الزمان، هذول اللي مؤمنين اللي أفكارهم قولوا ياي أكاديمية، حتى بعض غيرهم، أنه قضية المعجزات عندهم غير شك. طبعا مع الاحترام بالإخوة الفضلاء اللي موجودين، الله يحفظ هذا الشيخ، شيخ عبد الله الدجيلي نقل لي، قال في المجلس شنت سابقا أنا كنت أتحاشى واقعا عن نقل مثل هذه الأمور، لكن ما دام بعضهم انتشروا من هذا النمط اللي أريد أذكر، فلازم نذكر للمؤمنين حتى يعرفون. قال ذكرت شيخ عبد الله الله يحفظه، قال ذكرت معجزة بل في مجلس من المجالس، بعد المجلس واحد قال لي مع الأسف ومع كل الأسف من الصنف، قال بأنه شنو هذا الخرط اللي تقرأ على المنبر، مصيبة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لكن الإنسان لازم يوقف قدام هاي الأفكار العاطلة الباطلة، أفكار خاطئة، معجزة من آيات الله والذين هم بآياتنا يؤمنون، معاجز أهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
من آيات الله عز وجل. وذكرت قبل ليلتين بأنه هاي المعاجز جهة تعليمية بيها، تعليم، تعليم تارة في كثير من الموارد، تعليم صفات الله عز وجل، قدرته، علمه الذي تجلى في أهل بيت العصمة عليه الصلاة والسلام وفي معاجزهم. واحد الله يحفظه سمعت من الإذاعة كان يقول ها علي بشر كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر. هاي قصيدة جدا راقية لظهر الملا علي الخوئي رحمة الله عليه، هذا قليل يذكر صاحب هذه القصيدة، اللي بالي هو ناظمها. على كل حال شخصية علمية أدبية مرموقة ملا علي الخوئي. على كل حال كان يقول هذا الأخ سمعته من الإذاعة غلو، هذه عزيزي أحبك، إذا ناقشت كثير من الإخوة، أكثر الإخوة اللي أناقشهم واقعا أحبهم لحبهم لأهل البيت عليهم السلام، ملتفت بلي أحبهم، لكن هذا مو معنى نسكت عن الخطأ. أي طبعا إلا بعد اللي ملكة صايرة عنده في الإنكار وإنكار الفضائل الحديث وكذا، إيه لا ذاك. على كل حال حب لازم يصير في الله عز وجل. إيه فإذا أنت إن شاء الله ذاك أقولها لذي اللي قال بأنه غلو، أنت إن شاء الله درست بالحوزة وصرت فقيه مجتهد وقالوا لك آية الله، ليش ما تقول هذا غلو؟ ربه فيه تجلى وظهر، نفس معنى آية الله. واقعا ربه فيه، أمير المؤمنين عليه السلام في كلام يقول إن الله عز وجل تجلى لعباده في كتابه الكريم، كذلك تجلى مضمون اسمه كلمة تجلى لكن ألفاظ أخرى، بل مضمون تجلى بالنسبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام نفس، بل نحن والله الأسماء الحسنى، التفت، لكن نحن والله الأسماء الحسنى، هذا لا ننسى، كل مطلق كل عام يخصص أو يقيد، لفناش مشوش دارا، كل عام يخصص كل مطلق يقيد، لا تروح بعد على كل حال فعلا هذا نخلي. فنعم ها علي بشر كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر. لا بأس للمزاح وللواقعية شوية تنوع يصير للأفكار. كل من جملة هذه الأبيات بعد ما يقول بلي أذن الله وعين الباري، يا له صاحب عين صاحب أذن وبصر، بل إلى أن يقول كل من مات ولم يعرفه موته موت حمار. على كل حال مقصود هاي معجزات أهل البيت، لن كذب شوية طال المقام رجم، بل معجزة من الإمام السجاد نقرأ أبو علي أبو حسين الورد، اقرأ الحديث 14 حصل البداء، لأن الحديث الأول شوية يطول أشوف وقت، فعلا حديث 14 اقرأ معجزة وتعليم معاجز، قلت هذا موضوع جدا مهم، قضية جانب التعليم في المعاجز
كل زين إذا واحد بهذا الموضوع يشمر عن ساعٍ عن ساعد وملتفت يألف كتاب. الجوانب التعليمية، التعليم غالبا في علم الكلام، مسائل الكلامية والمسائل الخلقية، الأمور الخلقية، حتى في بعض الموارد بل عندنا بالفقه مسائل فقهية، تعليم في يستدلون بعض العلماء، بعض الفقهاء رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم، يستدلون بعض الأحيان بالمعجزة، بما أن فيها بلي حكم فقه يستفاد من حكم فقه. على كل حال اتفضل اقرأ الحديث 14 من باب معجزات الإمام السجاد صلوات الله عليه. يج رمز لشنو؟ أحسنتم، رحم الله والديكم، الخرائج والجرائح، القطب الراوندي رضوان الله عليه، يعني واحد من أعاظم علمائنا، شهرة في العلماء يدل إلى دلالة على عظمة العلماء، لكن عدم الشهرة لا يدل على مثلا مكانته ضعيفة. ربما عندنا علماء غير مشهورين لكن ملتفت عظمتهم ربما لا تقل عن بعض المشهورين. الآن خلوا بالكم، تفضل أقرأ. إن علي بن الحسين عليهما السلام قال يوما: موت الفجاءة تخفيف المؤمن وأسف على الكافر. موت الفجاءة هذا للمؤمن تخفيف، الله روحي لك الفداء يا رب، شلون رب رؤوف رحيم كريم جواد عدل. التفت فتشوف على أقل شيء الله عز وجل يثيب يخفف عن المؤمنين. الموت لابد من كل نفس ذائقة الموت، موت هم إلى أسباب، حديثهم عندنا لأجل الناس لا يسبون ملك الموت، الله عز وجل جعل غالبا أسباب للواحد بالمرض واحد بالحادث، الله يدفع الحوادث والبلاء عن جميع المؤمنين مخصوصا الجمع الحاضر، الله يحفظكم كلكم. على كل حال فموت شيء طبيعي، لكن شوف الله عز وجل موت الفجأة، بما أنه هو قد الإنسان يحس بهذا مكروه للإنسان، لعله من بعض الأحاديث أم يستفاد أحسن الإنسان تدريجا مثلا حتى وصايا يوصي وكذا. يقول بأنه الحديث الشريف الإمام السجاد عليه السلام هذا تخفيف للمؤمن ذنوب عنده كذا، مثل ما بلايا الدنيا تخفيف للذنوب للعقوبات، موت الفجأة أيضا تخفيف للمؤمن وشنو للكافر قلت؟ وأسف على الكافر. أي أسف على الكافر، وجه الأسف معلوم بعد وقتها قليل. تفضل أقرأ. وإن المؤمن ليعرف غاسله وحامله. المؤمن يعرف من قضايا متعددة، هذا يظهر بل من أحاديث متعددة، يعرف منو إجا يبه، منو غسله، منو كفنه، منو جرد عن ثيابه، ملتفت كل ذن يعرفه. قضية الميت اللي تكلم مع سلم وغيره وغير عشرات الأحاديث يستفاد أن المؤمن غالبا إلا ما خرج بالدليل، هذا معدنا من الأحاديث الشريف، يعرف بل أشخاص أشياء اللي تصير حواليه، يعرف منو يشيله، جنازة اللي يخلون بيها يعرف الجنازة واللي خلاه بالجنازة والمشيعين وأمثال ذلك. خو الإمام شي قال واحد شنو قال؟ تفضل. فإن كان له عند ربه خير ناشد حملته أن يعجلوا به. إيه إذا كان إلى خير ينادي بلي أنه بسرعة ادفنوني، بسرعة ادفنوني،
ما أدري هاي النقطة أنا التفتت إليها، لكن هو ما أقدر بشكل عام أذكر. شفنا غالبا المؤمنين فبشكل عجيب، ما أقول كلها غالبا، بل بشكل عجيب بسرعة يصير دفنهم، إلا قضية واحد يردون ينقلونه إلى النجف الأشراف كذا. حتى بهالموارد بالنسبة، هذا بالنسبة للي عنده خير، المؤمن اللي عنده خير. مؤمن اللي ما عنده خير يصير مؤمن ما عنده خير، عنده خير وما عنده خير أمور نسبية مرتفع. المؤمن من هو اللي يعتقد، يعترف بأصول الدين الخمسة، يعتقد يعترف بالمعصومين الأربعة عشر، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما شايف بعض المؤمنين على هالوصف عندهم بعض الأشياء اللي ما ينبغي أن يصدر من مؤمن وهو معتقد معترف، لكن بعد ما أريد أذكر أمثلة للأعمال، يعني ربما جرأة لا تصير على كل حال. فغير المؤمن شي يقول يتوسل، تفضل. وإن كان غير ذلك ناشدهم أن يقصروا به. بلي لا تستعجلوا، لا تأخذوني بسرعة للقبور. يدري بالقبور عدى سؤال منكر ونكير، ربما ضغطة القبر، ربما ظلمة القبر، ربما أمور أخرى في القبر. هل يقول لهم لا تأخذوني شوي صبر صبر مثلا؟ سبي ألفظ يقول لهم على كل هذا الكلام، كلام مقالي أو كلام تكويني، ربما يأثر بالتكوين، يعني كلام اللي لا تستعجلون ربما يأثر في موانع يحصل مثلا في سرعة لدفنه، هذا احتمال موجود. على كل حال إيه هكذا، تفضل أقرأ. فقال ضمرة بن سمرة، إيه واحد كان موجود هناك ما يعتقد بأهل البيت عليهم السلام، قال له إذا هيجي يعرف منو شايله، يعرف الجنازة، خو يقوم يقمز من يقفز من التفت التابوت وينزل وياه إذا حي، خو هيك يسوي. وضحك وأضحك. لازم ندير بالنا بعض المؤمنين والعياذ بالله، حتى بعضهم في مقام التدريس وأمثال ذلك، يجيب الحديث صيرتي يضحك ويضحك، شوف نتيجة جدا. إذا حديث بعقلي ما خش، ما دخل فكري أسكت. أنا وين عقلي وين علمي وين فكري؟ حتى إذا أصير أعلم العلماء عن علوم أهل البيت وعن الأشياء اللي بعد الموت والبرزخ والقيامة وهي الأمور، أصلاً إحنا بعيدين إلا ما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام. فالشيء اللي اشمأز الإنسان من ذكره ملتفت من فهمه صالح أن يسكت. الله يرحم شيخنا الأستاذ وإلى حق عليه مرحوم مرزا تبريزي، لذا أي مناسبة أذكره، ملتفت بعض الطلبة الله يوفق الجميع كانوا يناقشون، كان يقول له مصلحة در السكوت، ملتفت مصلحة إليك حتى تتعلم في السكوت. إن كان كما تقول قفز من السرير وضحك وأضحك، قال يقوم من السرير ويقوم، فهو ضحك وأضحك الآخرين. فقال عليه السلام، لأن بعده مو معجزة، إيه تفضل. اللهم إن ضمرة ابن سمرة
إيه ضبط ما ندي سمرة سمرة ضحك سمرة إيه تفضل. ضحك وأضحك لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله إيه؟ فخذه أخذة أسف. خذه أخذة أسف شي صار شي صار تفضل. فمات فجاءة فجأة مات. خذ هاي أول معجزة. بعد تفضل اقرأ. فأتى بعد ذلك مولى لضمرة يعني الصديق صديق لضمرة إجا التفت عند الإمام السجاد عليه السلام نفس ذاك اليوم تفضل. فأتى بعد ذلك مولى يعني لضمرة ذاك اليوم يوم اللي بعد على كل حال بعد موته إيه تفضل. زين العابدين عليه السلام بل. فقال آجرك الله في ضمرة مات إيه؟ فجاءة مات فجاء. إني لأقسم لك بالله إني سمعت صوته وأنا أعرفه كما كنت أعرف صوته في حياته في الدنيا. عاين صوته بالدنيا جد دائما صديقي أسمع صوته أسمع صوته شو يقول وهو يقول الويل لضمرة ابن سمرة يعني ويل إله ملتبد إله خلا مني كل حميم وحللت بدار الجحيم وبها مبيتي والمقيل والمقيل بل. فقال علي بن الحسين الله أكبر هذا أجر من ضحك وأضحك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. الله اللهم صل على محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد فلازم ندير الله عز وجل ما عنده قرابة ويا أحد لا سمح الله بعضهم يقول لا سامح قطع كبير لا سمح الله ملتفت إلى نفسي أنا والعياذ بالله أي واحد ضحك من حديث رسول الله وحديث الأئمة رسول الله صلى الله عليه وآله عنوان مشير لكل المعصومين عليهم الصلاة والسلام والدليل موجود من الأحاديث الشريفة على كل حال أي واحد كان ربما مؤمن من أهل الجنة من أهل الجنة ملتفت مع ذلك إذا ضحك وأضحك يبتلى بالعقاب لكن إيش قد يعذب يعاقب يروح للجنة ولو ما يروح معتقد لكن كبائر صغائر كبائر مثل ما بلي بالأعمال في مثل هذه الأمور ما هو صغائر وكبائر ملتفت على كل حال فرد واحد نعوذ بالله دائما يضحك من أحاديث رسول الله ذاك لا ذاك مكذب لرسول الله وحكم بالفقه موجود بالآخرة إلى جهنم وبئس المصير لكن لا في مورد من الموارد لقلة أو لعدم علمه في تلك المسألة لا سمح الله كذب ضحك أضحك يعاقب هذا مجملا هنا في هذا الحديث على كل حال شوف معجزة إيش قد تعليم أكو بهذه المعجزة بعد وقت قليل بعد إتو بقية الكلام وياكم فكروا كم تعليم أكو في هذه المعجزة الشريفة على كل حال معاجز أهل البيت عليهم السلام ما لا تعد ولا تحصى هذا واحد من المواضيع اللي مطروحة على الأرض واحد لازم يشيلها استدراك لمدينة المعاجز لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه مدينة المعاجز وهي معاجز ذاكر وهكذا إثبات الهدود إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات هم استدراك يحتاج أن استدراك يصير مستدرك مدينة المعاجز مستدرك إثبات الهدات مطالب كثيرة أخرى موجودة من معاجز أهل البيت عليهم السلام بلي حارث ابن وكيدة الحارث ابن وكيدة هذا منو
واحد من الذين وكلوا برأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليأخذوا إلى الشام. جماعة 50 واحد كانوا أقلين، واحد منهم حارث بن وكيدة. هذا يقول بالطريق سمعت رأس سيد الشهداء يقرأ سورة الكهف، قلت بنفسي آخذ. تعجبت اللي بلي يقرأ سورة الكهف، شفت قرأ هاي الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قلت آخذ الرأس الشريف أسرقه، وهنا تعبير السرقة مو صحيح، أخلصه يعني. بلي على كل حال، حاشية ما تذكر على مثل كلام حارث، على كل حال بلي أسرقه وآخذه، بلي حتى لا يأخذونه. وإذا بسيد الشهداء رأس الحسين يتكلم ويقول: لا سبيل لك على ما تقدر تأخذني، ما تقدر، واعلم بأن قتلي بل قتلهم إياي أعظم من تسيير الرأس، أعظم من تسيير الرأس قتلوا. الله أكبر، إيش قد معاجز في الطريق، معاجز جهات متعددة، فوائد متعددة من هذه المعاجز في الطريق، في الشام، في الكوفة. ملتفت منها على نحو الاختصار، وقته هو تقريبا رايح، بل هم يهودي في مورد، كم واحد في الطريق من غير المسلمين اهتدوا ببركة الأنوار الساطعة من رأس سيد الشهداء. واحد يهودي والآخر مسيحي. ملتفت بلي الله أكبر، مسيحي، كانوا في منزل من المنازل، كانوا يقعدون بالمنازل يستريحون، فكانوا مخلين الرأس الشريف على رأس رمح طويل عند باب دير هذا المسيحي. مسيحي يشوف أنوار ساطعة، ملتفت، أنوار ساطعة من رأس سيد الشهداء، والملائكة ينزلون ويقولون: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. سألهم على نحو الاختصار، سألهم: لمن هذا الرأس؟ قالوا له: خارجي خرج على كذا وقتلناه. قال لهم: شو اسم هذا الخارجي؟ قالوا: الحسين بن علي. هذول هم كانوا قارين بالكتب هاي الأسماء الشريفة، وهم كان سامع. ولي حسين، قال لهم: يا حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. الله أكبر. قالوا: نعم. طلب، قال لهم: عدي حاجة، عدي فلوس أعطيكم إياها، أخذوها 500 مثلا دينار يودرهم مبالي، هذا أهبالي أعطيكم، وأعطوني الرأس فريد ليلة. وإلي أشقت لو سيدة للدنيا للفلوس، يمكن أكثر من 500 على كل حال. بلي الطور رأسي أولا، قالوا: يلا عمر بن سعد عليه اللعنة، بل هو طالب، كان طالب من عمر بن سعد، أخذ الفلوس بالآلة الجراب، خلاها نزلهن جوا، حسبهن واحد واحد، دنانير كل واحد دينار وكذا، دينار لا ينقص على كل. وبعد ذلك هسه من هسه نذكر، من وصل للشام وفتح الخرجين اللذين فيهما الدنانير، شاف بأنه صارت خزفة، قال: خسرت الدنيا والآخرة، لعنه الله. على كل حال أخذ الرأس الشريف
وإذا طبعا قبل ذلك كان سامع صوت تسبيح وتهليل من كان هذا الرأس الشريف على رأس الروم. قال أسألك بالله من أنت؟ أول قال أسألك بالله أن تكلمني. قال ماذا تريد؟ قال من أنت؟ قال أنا الحسين، أنا ابن رسول الله، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا المقتول، أنا العطشان، أنا الغريب. قال أريد أن تشفع لي عند جدك رسول الله. قال شفاعتنا لا تنال غير المسلم، شهد شهادتين أسلم. الله أكبر. أسان واعدهم يعني حتى يطيهم الرأس الشريف، أسلم هناك ونزل من الدير، بعد راح للصحراء يعبد الله عز وجل على دين الإسلام. لكن قال العمر بن سعد عندي حاجة منك، حاجتي أنه لا تصنع بالرأس الشريف كما كنت تصنع، خليه بالصندوق، بعد لا تشيل على رأس رمح. بكاء هذا الراهب ما ذكرت، قام يبلي خلى الرأس في حجري وجعل يبكي بكاء شديدا، ينوح على رأس زيد الشهداء، مصيبة زيد الشهداء. إذا مسيحي يبلي هكذا يبكي فما حال العقيل زينب؟ ما تدري يا أخويا شلون حال على راس الرمح راسك قبال، كل من شاب ذي الحال بجاليه، وعدوانك علي غدا ويبجوه. فأنسى حسينا في الطفوف على الثرى، ونسوته حسرى تجوب الفيافيا، ترى جسمه فوق الصعيد مبضعا، ويرفع منه الرأس بالرمح عاليا. فيا منظرا بالطف أدمل مآقيا، فألويت على جمر المصاب فؤادها تعاتبه، والدمع يحكي غوادي يا إلى مأكيل العتب يا ذخر والدي، أناديك أبا عبد الله، أناديك والأطفال حولي صوارخ، وقد أوصتك يا أمي.
ريتني عد عينات خويا تدلني خويا شلون ترضى الشمر يحد الناقل وانت نايم يا دخرنا بكربلة قل لخويا مو وصيتك أمي فاطمة يا من اسمك يجري وي مجرى الدمى خويا عاي نمتوني تراهي وارمة ورمت سياط زجر وحرمة زينب تقول أنا زينب وبنت الأجلة وبالصوت يضربني خولة ولي حاضر تمنيت وأقلة العباس عن هاي المذلة يا هي العباس عن هاي المذلة يا هذه أيام السبا أيام مسير العائلة من الكوفة إلى الشام بعد أيام تدخل العائلة إلى مجلس ذلك اللعين اللي قل خويا طبي أنا للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس خويا يهود ونصائر وكفر ورجاياس أنا من شاهدون مهبط الراس صاحوا يا زينب ويا تخاطب أبا الفضل العباس هالأبيات وأسألكم الدعاء تقل لأخويا يا أبو فاضل المجلس دخلنا مجلس يزيد توسطنا رخصة السادة أبناء الزهراء أخويا آيمر على النسوان تدنا يا وقفنا بمجان ما وقفنا يا وقفنا وشتم حدا يا رسم يا عنا يا خويا وقف واحد حاد الضعن بالضعن وقف يا خواتك يا سادة حلوياتكم طبن الديوان وقف يا علي السجاد ظهر انكسار وقف يا من شتم عمت ابن الدعية يا من شتم عمت ابن أحسنتم زادك الله توفيقا كثير أحسن اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله مع الندعو بدعاء الغريب يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر واجعلنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أفضل شيعته وخير أنصاره ربنا اجعل عواقب أمورنا خير ربنا ارزقنا بهم خير الدنيا وخير الآخرة
واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا اقض حوائج مولانا الحج وبجاهه اقض حوائجنا واكف مهماتنا ويسر وأصلح أمورنا واشف مرضانا واشف أمراضنا وتفضل على مرضى المؤمنين بالأخص المنظورين بالعافية الكاملة. من أوصانا بالدعاء اقض حوائجه. تقبل اللهم هذا المجلس الشريف من المؤسسين والساعين والحاضرين والسامعين ومنا بأحسن القبول، أطل أعمارهم وأعمارنا في خير وعافية مع حسن العاقبة في طاعتك وفي خدمة أهل بيت نبيك وإحياء أمرهم، وتغمد أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين برحمتك الواسعة واغفر لهم وأبلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.